حاش الكاتب شوفي حاش العش المروان بده يصورنا مو بدنا نبلش الحلقه ليه ليش بدك في وزن ما بدي ما قلت ليه بدي يصور هلا طب يا عمي لحظه ما لحقنا يحمل لحقنا لا 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 عم نهرب منه خلص حاشي طالع لا يا الله يا حوي خلص صار لازم نبلش الحلقه طب يلا قولي مرحبا للعالم مساء الخير لكم مشاهدينا بحلقة جديدة من كافيتيريا اليومالا توب 4 مايك ميلو أبا مرأة أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج كافيتيريا اليومالا توب 4 yeah. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ما تبغزونا بس لأنه شوي تكون من وراء الطقس مقربي نطفي رح نوقع أوكي أهلا وسهلا فيكم مع أربع أغاني جديد و أربع أشياء جديدة رح نخبركم إياها اليوم أو يمكن ثلاثة أو يمكن باملا رح خبرك شغلة كتير مهمة إنه هيديك المرة نحن عادة بنقول نحن كتير كول ما هيك؟ ما هيك الحلقة الماضية صرنا نقول إنه ما بقى رح نقول نحن كتير كول ما هيك؟ هيك قليها كتير إنه ما بقى نقول نحن كتير كول فهالمرة بنوعد المشاهدين إنه ما بقى رح نقول إنه نحن ما بقى رح نقول إنه نحن كتير كول yeah. ليش؟ لأنه نحن كتير كول ما بقى رح نقول إنه نحن ما بقى رح نقول نحن كتير كول أوكي؟ عن جد ولا أنا حتى كارلوس رح أقول إنه ما بقى رح أقول إنه نحن كتير كول أبدا ما بقى رح أقوله وانتبه فاميلا ما تقولي بقى إنه نحن ما بقى رح نقول إنه نحن كتير كول أوكي؟ أوكي لكن هلا مشاهدينا متوقف مع الأغنية الرقم أربعة وما رح نقول إنه ما... أوكي أوكي صعب كارلوس قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم كما بني قانون المحكمة على القانون اللبناني يجب أن يبنى على القانون السوري من جهة ثانية هدد المعلم بأن سوريا ستغلق حدودها مع لبنان في حال تم نشر قوات دولية على طول الحدود بين البلدين عن إذنك يا معلم ما تسيبني أتكلم عن إذنك يا معلم يا معلم يا معلم مشاهدينا لكننا مع الأغنية الرقم أربعة وهي عن إذنك يا معلم مرتبة أربعة سمعنا عن إذنك يا معلم ولا قبل ما ننتقل للأغنية المرتبة الرقم ثلاثة رح نسمع خبرية جديدة يا ووو كارلوس أنت كتير كول يا خليك منتبه رح نوصل على المواعيد مش عم نطلع مالك كارلوس معنا مشكلة أكيد نحن كتير قوية فإذا الخبرية بتحكي عن الفنان فوزي بولوزي عرفتي هلا فاميلا آخر خبرية الفنان فوزي بولوزي شو هي؟ إنه بعد ما سمع إنه صار في غنية اسمها بحبك يا حمار غار كتير وتضايق إنه كيف قدروا سبقوه وسموا الغنية قبل ما هو يسميها ويعملها هو فعمل غنية تانية هلا مشابهة شوي لهالأغنية مصوحيت منها لأغنية بحبك يا حمار تعرف شو هي منا مضطرين ابدا ننزل على النزل ولكن الخبريه بتقول انه اغنيه فوزي بلوزه الجديده المصوحيت من اغنيه بحبك يا حمار هي بحبك يا جحش بحبك يا جحش او بحبك يا باغل بعضه مش مقرر اي عنوان رح يرسى عليه فوزي بلوزي كتير كول يا عم تلقوا بالرقم ثلاثة ونشوفها سوا كنا معانا كارلوس؟ نو بلا نو 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 14 أذار اللي اجوا دلنوا شعارنا لم يكونوا أبناء الحرية والسيادة والاستقلال كانوا أولاد بناديق خليلي مزاجك رايق وحياتك لا ما تفقسنا سلطن معنا وضلك فايق بوجودك ايه بتأنسنا كارلوس فاميلا كارلوس فاميلا كارلوس فاميلا كارلوس شو بك معصب مش معصب فاميلا ولكن قاعدين على حف كتير هون مثل نهوار خايف مع انه اصحط اجي تحت خايف على حالك ولا خايف على حالي قصدي خايف عليك فانزلي لهون احسن لا 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 ما بدي انا كتير كول لا كارلوس قرب لهون كارلوس بعدين ماني معصب اوكي بلا معصب لا خلي لي مزاجك رايق اوه الاغنيه سمعناها بالمرتبه رقم ثلاثة والله رح ننزل مباشره نسمع الاغنيه بالمرتبه رقم اثنين ومنشوفها يلا هجيني اوه يا عم انتبهي كارلوس بحس عن جد خايف طامرة طب طلع فيي انا اقول بان بعد الذي قام به الرئيس فؤاد السنيورة طيلة المرحلة المقبلة منذ ان كان وزيرا للمالية وحتى الان يعني انا اعتقد بان الرئيس فؤاد السنيورة يلزمه السجن وليس رئاسة الحكومة انا والله فكري هنيك يعني وهني اهلك فيك انا والله فكري هنيك يعني وهني اهلك فيك عن نظافي بالمواقف وعلى المواقف بالسياسي وعلى كل شيء اسمه تكتيك
بهني بهني نفسي فيك. خلص فيك تحملني بأصبعك؟ كيف يعني بالله؟ يعني تحملني كني بأصبعك؟ لا أكيد ما في. شو معقولة إيه رح حملك بأصبعي؟ ليه كارلوس جرب. خلص يا باميلا. طيب فإذا كارلوس كنا مع الأغنية رقم 2 وهي أنا والله فكري هنيك. ياه ووو كارلوس بدي خبرك خبرية كتير 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 حلوة وكتير كتير 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 طازة. أوكي باميلا، ولكن برجع بذكرك ما بدنا نقول إنه إحنا كتير كول، لأنه هذيك مرة خبرنا إنه إحنا رح نقول، ما بقى رح نقول إنه إحنا كتير كول، فهالمرة ما بدنا بقى نذكر إنه هذيك مرة قلنا إنه ما بقى رح نقول إنه إحنا كتير كول. أوكي كارلوس، لكن إحنا كتير كول. شو الخبرية؟ الخبرية إنه فنانة عظيمة مخضرة مهمة كتير رفعت دعوة على مجلة كمان كتير مهمة. ليش كارلوس؟ ليش بقى؟ لأنه صوروها وهي اختلفنا بس شو؟ مشافلة بس مشافلة زيادة عن اللزوم كارلوس. عرفت الخبرية وعرفت الفنانة، ولكن شو المشكلة ما دايما تصور مشافلة؟ ما هيدي المشكلة كارلوس، رفع الدعوة على مصور لأنه مصورة مشافلة بس منا مبينة إنه هاي هي، وهي انفقست كتير إنه بدها الجمهور والقراء يقشعوا إنه هاي هي اللي بالصورة. بنوجه لها تحية كتير كبيرة ومنقلها هي كتير كول. هلا بنشوف الأغنية بالمرتبة الرقم بدي شوفك كل يوم يا حبيبي، وما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي، وتسلم علي عبكرة وعشية، وخبيك بعيني يا حبيبي. كارلوس باميلا، نعرف انه فريق لا يمل بلشوا مسرحيتهم الجديده لا يمل شو 2 ذا ريفنج. وين دينا؟ اوه يا فيري جود. كيك كول. افكر نحضرها. شو بدك فينا نحضرها؟ ما بعرف اذا فينا نحضرها. انا بقول ما فينا نحضرها. ليه ما فينا نحضرها؟ لانه نحن بنمثل فيها. كيك كول. اسمعنا اغنيه بالمرتبه الرقم 1 واسمها بدي اشوفك كل يوم كارلوس. وانا كمان باميلا بدي اشوفك كل اسبوع، يمكن كل اسبوعين ببرنامج توب فور كافيتيريا لا يمال. يا مشاهدينا، كان هيدا ختام حلقتنا لليوم، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا وقضيتوا وقت ممتع معنا بكافيتيريا لا يمال توب فور. ملتقانا معكم يتجدد الاسبوع المقبل باغاني جديده وخبريات جديده واساس جديده وحلوه. كارلوس باميلا باي. Come on. Bye-bye.